السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم رياضيات للصف الرابع العلمي. وصلنا صفحة 39 تمرينات 4-2. حلينا السؤال الأول وحلينا السؤال الثاني ألف، وإن شاء الله اليوم نحل فرع باء. واي يساوي لنا 3 ناقص مطلق الإكس زائد 1. يلا عيني. يلا ماما، شو نقول الحل؟ أقول واي يساوي لنا هنا، أخذه مرة سالب ومرة موجب، 3 ناقص هنا قلنا موجب، نقول إكس زائد 1 لكل أكبر من سالب 1. عيني. وهنا عندنا نقول إكس زائد 1 يساوي لنا 0، إكس يساوي لنا سالب 1، إكس يساوي لنا سالب 1. هنا عندنا 3 ناقص إكس زائد 1، 3 ناقص إكس ناقص 1، 3 ناقص 1 2 ناقص إكس. هسه أخذه سالب 3 ناقص سالب، هذا أخذته مرة موجب وهذا أخذته سالب، نقول إكس زائد 1 إكس أصغر من سالب 1. أقول 3 زائد السالب بالسالب موجب، إكس زائد 1 و 3 زائد إكس زائد 1، 4 زائد إكس، نقول إكس يساوي لنا 4. زين، هنا عندي إكس بواي بإكس وواي، راح أسويها المعادلتين بنفس المستوى، هنا واي وهنا إكس وواي. زين، هسا ايش راح أسوي؟ سالب 1 وصفر بواحد، هنا 3 وهنا 2 وواحد، نقولك هنا سالب 1 وثلاثة وهنا 0 واثنين وهنا 1 واحد. هنا عندي سالب 1 بسالب 2 بسالب 3، الواي 3 نعوض 3 و2 بواحد، طلعت لنا سالب 1 و3 وسالب 2 و2 وسالب 3 و1. هسه نرسم على مستقيم الأعداد، نرسم على مستقيم الأعداد، هنا راح نرسم. ها عيني، نرسم على مستقيم الأعداد. خلينا ناخذ النقاط، سالب 1 و3، هنا سالب 1 1 2 3، هذه سالب 1 و3. زين، عدي صفر واثنين، هذا الصفر والاثنين، واحد اثنين، هنا الصفر والاثنين، واحد وواحد، هنا الاكس واحد وبواحد، هذه واحد وبواحد. زين، عدي بعد سالب واحد وثلاثة، هنا سالب واحد وثلاثة، هاي هم نفس الشيء سويناها، الصفر والاثنين، الصفر والاثنين هم نفس الشيء، سالب ها سالب اثنين باثنين، سالب اثنين باثنين، هذه سالب اثنين باثنين، وآخر شيء سالب ثلاثة بواحد، سالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة بواحد. هسه شو نسوي؟ هسه طبعا مسطرة وتروح على هذا، بعدين تنزل هيجي، هذا هو خلاص الحل. بس شنو هنا مسطرة لازم يصير هيجي ال هيجي يصير، ها هيجي يصير، بس صار شوية عوج.